اهلا بيكم. شفت نفسك في المنام قبل كده انك انت عريان؟ طب شفت نفسك انك انت في مجموعه من الناس ومعلكش ملابس؟ طب انت عليك نص الملابس ونص التاني مش موجود؟ طب شفت نفسك ان في حد بيحاول ان هو يجردك من ملابسك او يغصبك على خلع ملابسك في المنام؟ او شفت نفسك انك انت يعني بدون ملابس وفي وسط مجموعه من الناس؟ طب شفت حد ميت عزيز عليك، قريبك، والدك، عمك، لكن ما عليهوش ملابس؟ ايه معنى العري في المنام؟ عايزك تدوس لايك، ولاول مره بتسمعني اضغط على زر السبسكرايب وفعل الجرس، وخلونا نبدا مع بعض. اول حاجه عايزك تعرف يا اخي الكريم ان العري في المنام من الامور الغير محموده، الا ان بعض المفسرين قال لك ان الانسان لما يشوف نفسه ان هو عريان في المنام يستبشر خير برؤيه ديت. قلنا له ليه؟ قال لك لان ده دليل على تكفير ذنوبه، واستدل بذلك ان الانسان لما بيحج ولم يرفث ولم يفسق راجع من الحج كما ولدته امه. طب انت جبت المعنى ده منين؟ ما تعرفش. لكن يا اخي الكريم انا عايزك تعرف ان العري من الامور الغير محموده سواء للرجال او للنساء، وبيجي في المنام على صور عده. انا هختصر لك الصور ديت في دقائق معدوده، فاديني انتباهك وتركيزك. اول حاجه، ربما انك انت تشوف نفسك عريان من ملابسك وفي وسط مجموعه من الناس والناس عماله بتبص عليك. تنتبه في الحاله ديت وتعرف ان الرؤيه ديت بمثابه رساله ربانيه ليك. انتبه يا عبدي، لان الناس بتحاول ان هي تناظر ليك، او انك انت ربما ان يتشهر عنك شيء مش كويس، او بمعنى صح تقدر تقول فضيحة. فلو انت بتعمل حاجة غلط ابتعد عنها، اتركها، عشان لو انت ظليت مصمم عليها هتبص تلاقي سيرتك على كل لسان، وده معناته انك انت جالك رسالة تحذيرية من الله عز وجل انك انت عريان في وسط مجموعة من الناس. ربما من الرؤى الاخرى ايضا انك تشوف نفسك عليك نص ملابسك، تمام، وواقف في وسط مجموعة من الناس. الرؤية دي دليل على تحذير انك انت لو ظليت مستقر ايضا على ذنب معين او معصية معينة هتتشهر المعصية ديت عنك. فربما انك انت بتكلم واحدة مثلا في الخفاء، والامر ده مش طيب، فالامر ده يتعرف. ربما ان في حد بيحاول ان هو يخرجك عن طاعة زوجك، لما تشوف نفسك انك انت عليك نص الملابس فقط، فعرف ان في واحد بيحاول ان هو يوقع بينك وبين زوجك، فانتبه من النقطة ديت وابتعد عنه، لان الرؤيه ديت بمثابه تحذير ليك انك انت لو استقريت هتنفصل عن زوجك. خلاص شفت نفسك عليك نص الملابس بتاعتك في منامك والنص التاني مش موجود، معناته انك انت ربما انك تخسر زوجك. بيتكرر ايضا رؤيه كتير قوي، ربما ان انت شفتها قبل كده او انت شفتيها، انه ممكن تشوف في المنام انك انت بتبص لعورتك، تمام، انك انت عريان وبتنظر لعورتك. الرؤيه دي مش كويسه. اول ما تصحى من النوم لو شفت الرؤيه ديت اسكت عنها، ربما تكون أضغاث من الشيطان، ربما ما تكونش رؤية حقيقية، فأنت تسكت عنها نهائيا، وكل ما عليك أنك أنت تاخد صدقة وتطلعها لله عز وجل. واعرف دايما أن صانع المعروف تقي مصارع السوء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم ما يكره فليطفل عن يساره ثلاث، تعمل كده وتقول اللهم إني أعوذ بك من شره وشر الشيطان فإنها لن تضرك. مش اي حاجه تشوفها في المنام اول ما تصحى من النوم على طول تجري على جوجل، تجري على اي واحد مفسر. دلوقتي تبص تلاقي الفيسبوك لو كتبت تفسير الاحلام يطلع لك 1000 مفسر. 1000 ايه؟ مليون مفسر. الدنيا كلها بقت تفسر احلام. انت لما تشوف حاجه مش كويسه اسكت عنها، ما تتكلمش. حاجه مش كويسه مش هتضرك لو انت سكت عنها، طب ليه تتكلم عنها؟ ايه اللي يدفعك انك انت تتكلم عنها اساسا؟ حاول انك انت لما تشوف اي رؤية مش كويسة اسكت عنها نهائيا. خلونا نكمل مع بعض. بالنسبة لموضوع العري ايضا في المنام، ربما انك انت او انك انت بقى نركز على النساء شوية، انك انت تشوف ان في واحد بيخطف ملابسك او بياخد ملابسك وانك انت عريانة، او ان في حد بيخصبك انك انت تنزع عنك ملابسك. تفهمي من الرؤية ديت ايه؟ انك انت لو بتكلمي حد في الخفاء وموهمك مثلا او قايلك ان هو هيرتبط بك يعرف ان هو كذاب. ولو انت بتدي اسرارك لاي حد امتنع عن اعطاء اسرارك لاي حد، تمام. ولو انت بتدي اسرارك لاي حد اسكتي، حافظي على لسانك كده وحافظي على نفسك وما تحكيش اسرارك لاي مخلوق ايا كان، حتى لو قريبك، حتى لو عزيز عليك، تمام. فلما تشوف ان في حد بيحاول ان هو يقصدك انك انت تتدرجي او انك انت تنزعي عنك ملابسك، تمام، اعرف ان الحد ده هيجيلك مكروه منه او مكروه من حد فيه نفس الصفات، الصفات الخلقية والأخلاقية بتاعت الشخص اللي انت شفتيه في المنام. ربما أيضا أنك أنت تشوف نفسك عاري بس زعلان ومتضايق، تعرف أن الرؤية دي عبارة عن أنك أنت عملت معصية أو ارتكبت ذنب ربما يكون كبيرة، بس أنت إيه، ندمت عن الذنب ده وراجعت عنه. لا أنا ما ارتكبتش أي ذنب ولا عملت كبيرة. تعرف أن الرؤية دي الدليل على خسران في تجارة، أو ربما أنك أنت تكون داخل في موضوع تجاري وموضوع التجارة ده مش هيجي لك منه أي ربح، فمن باب أولى أنك أنت تترك أي تجارة بعد الرؤية دي وتاخد خطط حول
المشروع اللي انت عامله او التجاره اللي انت عاملها قبل ما تتركها وتشوف هي هتجيب لك ربح ولا لا. لانك لما تشوف نفسك انك انت عريان وزعلان في المنام، تعرف ان في تجاره، التجاره دي ربما انك انت تخسر فيها او ما تربحش فيها. الامر اللي بيدل ايضا على رؤيه العري في المنام، انا عايز اجمع لك كل رؤيه العري عشان بعد كده ما تضطرش انك انت تبحث او تحير نفسك. ربما انك انت تشوف نفسك عاري وبتجري في الطريق. رؤية العري والجريان في الطريق ده دليل على استعجالك في أمور حياتك، إنك أنت إنسان أهوج ما بتاخدش أي قرار، يعني بفكر أي حاجة كده بتعملها على طول. فمعنى إنك أنت تشوف نفسك عريان وبتجري في الطريق إنك أنت إنسان مستعجل وبتستعجل أمور كتيرة جدا، وبناء على استعجالك ده ما بتربحش أي شيء وبتخسر أي حاجة في إيدك. فانتبه. أيضا من ضمن الرؤية اللي بتدل على العري إنك أنت مثلا تشوف نفسك إنك أنت عريانة ولكن يعني مع نفسك، يعني مش موجودة مع ناس. تعرفي ايضا انك انت مقصره في الطاعات، مقصره في اعمال الخير، فلازم انك انت تتوب لربنا، ولازم انك انت تكثري من الصلاح بينك وبين الله عز وجل. لو انت شفت اي رؤيه عن العري وحصل ليك موقف بعد الرؤيه ديت، يا ريت تضع في كومنت اسفل الفيديو عشان كل متابعينا في قناه تفسير الاحلام يستفيدوا من رؤيتك والحدث اللي حصل ليك بعديها، وعلى الاقل ان انا اضيفها بعد كده في قصص هننشرها، يعني كقصص مستقلة كده على ستوري القناة إن شاء الرحمن. من ضمن الرؤى اللي فيها العرية أيضا إنك أنت تشوف مثلا والدتك عريانة قدامك، تمام؟ الرؤية دي تعرف إن والدتك ربما إن هي بتعاني من مشكلة مالية، أو ربما بتعاني من ضغط نفسي لو أنت إنسان متجوز وبعيد عن والدتك، فحاول إنك أنت تقرب من والدتك، حاول إنك أنت تساعدها، تشوفي المشاكل اللي موجودة عندها. أما بقى لو أنت امرأة متزوجة أو رجل متزوج وشفت نفسك إنك أنت عريان قدام أبنائك، فتعرف إن ده سوء أخلاق منك في تربيتهم، أو بمعنى صح إنك أنت مش بتربي أبنائك التربية الصحيحة اللي على نهج القرآن والسنة. يعني مثلا سايب الولد يصاحب أي حد، سايب الولد يمشي مع أي شخص، سايب الولد يدخن، سايب الولد يعني مثلا يعمل معاصي وعلى عينك وانت قاعد ساكت، دي مشكلة كبيرة جدا، فانتبه. من ضمن أيضا الرؤية اللي ممكن تشوف فيها العري الميت، وخلينا نحط تحتها ميت خط. إذا شفت الميت عريان ما تفكرش إن معنى إن الميت عريان ده تكفير ذنوبه وخطاياه، لا، دي رسالة ربانية ليك إن الميت ده انقطع عمله من الدنيا نهائيا، ومالوش غيرك أنت كشخص شفته إنك لازم تخرج ليه صدقة، أو إنك أنت تدعي له، أو إنك أنت تعمل له وقف في سبيل الله. مثلا تلاجة، وقف في سبيل ربنا، إنك أنت مثلا تجي رايح حاطط مبلغ مالي في جامع للإنسان اللي شفته عريان ده وهو متوفي، وقف في سبيل الله، تمام؟ انك انت مثلا تعمل ماء سبيل زي ما قلت لك، او انك انت تتصدق على اسره فقيره، المهم ان الصدقه تكون جاريه، يعني صدقه ممتده، صدقه يعني يظل ياخد اجره طول ما هو في القبر منها. ليه؟ لان هو عريان، يعني انقطع عملي، انقطعت كل الحسنات، فمضطر انك انت تخرج ليه صدقه عشان ربنا سبحانه وتعالى يرفع درجاته. لان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من قطع عمل ابن ادم الا من ثلاث، ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية على قبره، وعلم ينتفع به، تمام؟ طب لو شفنا ان الميت مثلا، من ضمن الرؤى الغريبة ان في سيدة قالت لي ان انا شفت والد الميت ان هو مقطوع رقبته وعريان. الرؤية دي قلت لها ان هي في خلاف على ميراث، تمام؟ والخلاف ده شديد جدا والوالد محتاج صدقة. قالت فعلا في خلاف على ميراث. فلو شفت ان الميت عريان ربما ايضا تدل الرؤية على ان في خلاف على ميراث، تمام؟ أو إن الميت ده محتاج صدقة، تمام؟ أو إن الميت ده تعمل له صدقة جارية ضروري جدا، مش محتاج غير إن هو صدقة جارية ودعاء ليه، تمام؟ طيب لو شفت مثلا إنك أنت عريان وأنت من أهل الصلاح، ولكن أنت عريان مع نفسك، تمام؟ فتعرف إن الرؤية دي دليل أيضا على تكفير الذنوب أو خروج من خطايا. طب لو شفت إنك أنت عريان بس بتغير الملابس بتاعتك بملابس تانية، لو انت مريض او تعبان اعرف انك انت هتخف من المرض ده، لو بتمر بمشكلة شديدة جدا اعرف انك انت هتخرج منها، لو مرتبط وطلع عينك وخلاص فكرت انك انت تسيب اعرف انك انت هتطلع من الموضوع ده سليم او هتطلع من الموضوع ده سليم، لو انت متزوج ايضا وطلع عينك وشايف ان الدنيا كلها معقدة اعرف انك انت ايضا هتطلع من موضوع الزواج ده بحال خير طالما انك انت اصبحت عريان وغيرت ملابسك لملابس تانية. طب لو شفت في المنام مثلا، تمام، انك انت عريان وبتنظر لعورتك ومبسوط وبتضحك، لا، هنا تبقى انت انسان مجاهر بالمعصيه، والرؤيه دي بمثابه تحذير ليك انك انت ربما تبتلى بمرض لو ظلت على المعصيه اللي انت عليها.
فلازم انك انت ترجع وتتوب لربنا سبحانه وتعالى. اذا من خلال ما سبق هلخص ليكم رؤى العري في المنام. لو شفت نفسك انك انت عريانه في الطريق، اعرف ان ده امر بيفتضح عنك، فلازم انك انت تكوني حذره وتخرجي صدقه. ولو بتحكي لحد اسرارك، ما تحكيش اسرارك لاي مخلوق نهائيا. ولو شفت انك انت عريان وماشي في الطريق والناس بتتفرج عليك، نفس الشيء هينطبق عليك ايضا. لو شفت انك انت نص ملابسك عليكي والنص التاني مش موجود، تعرف ان في مشكله بينك وبين الزوج، ربما تصل المشكله ديت لحاله الطلاق لو انت ما رجعتيش نفسك ورجعتي العلاقة الزوجية بينك وبينه، وحاولت انك انت تهدي امورك، وحاولت ايضا انت كذلك انك تهدي امورك وما تشدش مع الزوجة. الامر الثالث في رؤية العري، لو شفت الميت عريان تعرف ان هو محتاج صدقة، فلازم تخرج صدقة ليه وتدعي له للضرورة. ده كل ما يخص رؤية العري وكل ما اعرفه عن العري، فاسأل الله عز وجل ان ينفع به كل من سمعه. وما تنساش لو عجبك المقطع ده انك انت تدوس لايك وتضغط سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مزيد من مقاطع الفيديو من قناتك تفسير الاحلام. ولا تنسوني من صالح دعائكم، ليكم اطيب تحياتي، اخوكم يوسف احمد. دمتم فود في امان الله.